السلام عليكم يعطيكم العافيه شباب اليوم جايب لكم شرح للتحديات عيد الحب اليوم الرابع والاخير أه طبعا التحديات جدا سهله وما يحتاج اني اطول المقطع عليكم اكثر من كذا بس اتمنى 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 المقاطع والمقطع اللي انزل تنشرون المقطع وتدعموني ما بقى لنا شيء على 30000 وان شاء الله راح نوصل 50000 بدعمكم ان شاء الله وبسم الله نبدا اول تحدي معنا اللي هو يقول لك هنا يبيك تلعب ثلاث اجيام مع خويك في طور الدريفتن طور الدرفت اللي هو الجديد هذا تلعب ثلاث ايام مع خويك التحدي الثاني بتشكر سائق الباص سبع مرات اللي ما كيف يشكر سائق الباص سبع مرات طريقة جدا جدا سهلة اذا بدا الجيم وانت في الباص تضغط تظهر سهم تحت او سهم فوق واحدة من الازرار هذه او يمين او يسار تضغط عليها راح تشوف تحت يسار باللون تقريبا برتقالي او الاصفر مكتوب ثانكس آه شيء زي كذا التحدي اللي بعده يقول لك افتح سبع صناديق او مخازن رصاص في المضمار او نادي الرقص. يعني بيك تفتح سبع صناديق اللي هو الرصاص او الامو في المضمار او نادي الرقص. والتحدي الاخير معنا يقول لك ابقى على قيد الحياة في حين موت خمسة وسبعين شخص. يعني تقريبا تبقى اذا بقى في تقريبا في الجيم خمسة وعشرين آه، راح يجيك اللي هو راح تخلص التحدي هذا وبس هذه التحديات العيد الحب اللي هو او التحديات الاخيره وبس هتمنى مقطع يعجبكم لا اللايك في القناه وتفعيل زر التنبيهات في أمان.